Welcome to Tarsana's videos. To read all of our full articles and watch our videos, visit the website www.tarsana.net. And, don't hesitate to write to us or comment on the subject. <laughs> لا يجوز ان يهنئ المرء نفسه او ان يفرح من وقوع حرب حتى ولو كانت لا تجر الضرر عليه مباشره لانه في النهايه ضحايا الحروب هم دائما المدنيين والفئات الاجتماعيه الاضعف لكن لا يمكن انكار المثل القائل ان مصائب قوم عند قوم فوائد ليست المعارك على الحدود الروسيه الاوكرانيه هي التي ستؤدي الى تداعيات على دول الشرق الاوسط وان تحولت من مناوشات الى حرب اوسع بل سيكون التاثير بسبب الحرب البارده التي ستدوم بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي قبل ان نتناول التحولات الممكن ان تحدث النزاعات بين روسيا والحلف الاطلسي في المنطقه العربيه ومحيطها، يتوجب علينا تقييم تموضع كل دوله على حده، وترابط الملفات بينها. عندما نقدر ان نحدد اين تقف الانظمه والحكومات، سنستطيع نسبيا أن نستنتج مواقفها وإذا كان هذا الصراع سيأتيها بارتدادات سلبية أو إيجابية. في هذه الأزمة أو غيرها ليست المعطيات أو الحقائق ما يحدد العلاقات والتضامن بين دول الشرق الأوسط وبقية الدول في العالم، بل مواقف هذه الأنظمة محكومة بالارتباطات التبعية. لذلك من المتوقع اصطفاف هذه الدول بالمعزل عن الواقع او حق روسيا في الهجوم على اوكرانيا او في حق هذه الاخيره من تحديد مسارها السياسي والانضمام للنادي المعادي لروسيا اول من تمحور بين هذين المعسكرين هم دول الشرق الاوسط ولا تستطيع اي دوله مشرقيه او عربيه ان تدعي الحياد في هذه الازمه فمنذ زمن بعيد فرض الغرب واقعا سياسيا على كل دول المنطقة وحولها إلى ما هي عليه اليوم إما دول تابعة وتحت وصاية سياساته الإمبريالية أو إلى دول ممانعة ومعادية لطموحاته ماذا لا يحاول احتوائها أو تحويلها إلى بلدان هامشية ومعزولة دولياً والتصنيف التالي لتبعيه هذه الانظمه لا ياخذ بالاعتبار المواقف المعلنه على ضوء هذه الازمه، فالدبلوماسيه لا تعنينا شيئا ونعتمد على الثوابت والمسارات التاريخيه لهذه الانظمه. طبعا، ليس هناك مبرر بديهي لان تعادي اي دوله عربيه او مشرقيه روسيا الاتحاديه، وان تضمروا لها الشر. باستثناء تركيا المنضويه في حلف الناتو. لكن السؤال ليس هنا. السؤال هو هل ترسم هذه الدول سياساتها الخارجيه وتضع استراتيجياتها بنفسها؟ ام هي تنفذ فقط املاءات الدول المهيمنه عامه واوامر واشنطن خاصه؟ هل كانت السعودية تحارب الاتحاد السوفيتي في الثمانينات وترسل آلاف الشباب للجهاد في أفغانستان من تلقاء نفسها؟ إذا كانت فعلاً تفعل ذلك نصرة للمسلمين في دولة إسلامية اجتاحتها موسكو، فلماذا لم تكرر الفعل عندما اجتاحت ودمرت أمريكا أفغانستان والعراق وغيرهم؟ أو عندما تمارس الإبادة الجماعية ضد المسلمين الروهينجا في ميانمار أو عندما تتخذ الهند إجراءات وتعلن قوانين عنصرية ضد مواطنيها المسلمين أما في الطرف الآخر سنجد دولا لم تكن بالضرورة منحازة للروس ولكن الضغوطات الغربية عليها وانحياز الغرب المطلق لإسرائيل زيادة على الطموحات الاستعمارية الجديدة الهادفة للسيطرة على الموارد الطبيعية والبشرية لديها، هي التي دفعت بهذه الدول الصامدة إلى التعويل على الشرق. ولم يعد هذا الشرق يعني قطباً واحداً كما كان الحال على العهد السوفيتي، لأنه كما إن الغطرسة الامبريالية الغربية وحدت الشعوب العربية والاسلامية المناوئة لها، فهي وحدت ايضا مسار الدولتين الاقوى في العالم الغير خاضعتين للغرب اي روسيا والصين. وتلتف حول هاتين القوتين دول اخرى في تحالف بات ملموسا ومفعلا اكثر من الماضي. قبل ان نتداول التداعيات المنبثقه من الهجوم الروسي على منطقه الدنباس والرد الغربي وتاثيرهما على مجرى الاحداث في العالم العربي والشرق الاوسط، يجب ان نحدد من يدور في الفلك الغربي ومن يدور في الفلك الشرقي او من يستطيع ان يدعي الحياديه بنسبه ما. اذا بدانا بالدول المنضويه كليا تحت لواء الغرب ولا تملك اي هامش سيادي صغير للمبادره، فنحن نصنف توجهات الحكومات الخاضعه للضغوطات والاستفزازات الخارجيه ولا نتحدث عن الشعوب وتطلعاتها. الدوله الاكثر انخراطا في المعسكر الغربي هي طبعا تركيا. لانها عضو فعال في حلف الشمال الاطلسي منذ عقود وثاني قوه بريه فيه. هذا التموضع طبيعي بالنسبه لتركيا. التي تتنافس تاريخيا مع روسيا على النفوذ في منطقه القوقاز والبحر الاسود وبحر قزوين وحتى في اسيا الوسطى يوجد الكثير من الملفات الشائكه التي تعزز من التصاعد في الخصومه بين البلدين وصلت الى حد الاشتباك والمناوشات التكتيكيه في سوريا بالرغم من كل ذلك سعت انقره لتحسين علاقاتها مع موسكو بعد تاثرها بالمقاطعه الاقتصاديه الروسيه، وتوجت تركيا هذا التغيير النسبي بشراء منظومه الاس 400 من روسيا، الا ان هذا التغيير لم يدم طويلا فها هي تركيا اليوم تسلح اوكرانيا بمسيرات بيرقدار، واساسا ما زالت امريكا تنشر العشرات من قنابل ب 61 النوويه في تركيا وباقي الكلام لا معنى له. حاولت السعوديه في الاونه الاخيره ان تتقرب من روسيا للتخفيف من مساعي واشنطن لاستفزازها ماديا اكثر. بحجه ملفات حقوق الانسان. تاتي هذه الخطوات للايحاء فقط انها تملك خيارات بديله. ومع أنها حاولت أن تزين هذا التوجه بعقد صفقات تسلح مع موسكو لكن هذا السيناريو لم يقنع أحد وهو ببساطة سخيف التصور أولا لم تتم هذه الصفقات وحتى لو هي تمت فلن تمثل الا نقطه في بحر الانفاق على مصانع السلاح الغربي والاستثمار في شركاته واللوبيات المؤثره على قراره الكل يعرف مدى الاندماج العضوي للاقتصاد الخليجي في البنيه الغربيه على كل الاصعده فلا المملكه السعوديه ولا الامارات ولا قطر ولا البحرين يملكون استقلاليه القرار لانهم وضعوا تقريبا كل بيضهم في السله الغربيه عبر استثمارات ارضائيه لاوروبا او خوات للحمايه من امريكا الم يقول الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في العلن إن السعودية بقرة حلوب لا تصمد أسبوعين من دون دعمهم؟ ألا يوجد جنود أمريكيين في كل هذه الدول؟ فكيف ستنأى بنفسها عن الصراع بين واشنطن وموسكو؟ المغرب أيضاً مرتبط اقتصادياً بالغرب وخاصة أوروبا، لأنها أكبر مستورد لتصديراته وصناعاته. والجاليه المغربيه كبيره في فرنسا اسبانيا هولندا وحتى في كندا ما يدر عليها مداخيل اضافيه للسياحه التي مصدرها ايضا اوروبا بنسبه كبيره اما في البعد الجيوستراتيجي فالمغرب يتكل بتسليحه كليا على الغرب الاردن له علاقات تاريخيه مع الغرب ويحصلوا على مساعدات اقتصاديه ومنح عسكريه امريكيه مع ان عمان على علاقه جيده بموسكو حتى ان هذه الاخيره انشات مصنع صواريخ مضاده للدروع في المملكه الهاشميه لكن تبقى علاقه الاردن بالغرب المتمثل بواشنطن ولندن اقوى في الضفه الاخرى سنجد دولا عربيه واسلاميه محسوبه على روسيا حتى لو لم تكن مرتبطه فيها بتحالف رسمي الا انها تتكل عليها بشكل اساسي في مسائل التسلح والدعم السياسي في المحافل الدوليه في طليعه هذه الدول هي ايران بعد ان كان شعار الثوره الاسلاميه لا شرقيه ولا غربيه اصبحت الان طهران في المعسكر الشرقي كليا وهذا بفعل الضغوط الغربية. اليوم تستمد ايران الدعم من روسيا على الصعيد العسكري والتقني والنووي والاهم من ذلك هو دعم موسكو لايران في مجلس الامن للامم المتحدة وفرض حقها بالفيتو على اي قرار ضدها. كما ان روسيا وايران دولتين مؤثرتين في قطاع النفط العالمي. فتنسيقهما في هذا المجال له بعدا اقتصاديا هاما دوليا. وبنفس الوقت ايران قريبه سياسيا من الصين ايضا ومن كوريا الشماليه الصديقتان لروسيا. سوريا هي من تملك اقدم علاقه استراتيجيه مع روسيا. منذ استقلالها وتكوين هويتها لم تزيح دمشق عن خط تفضيلها لموسكو. لا داعي لنذكر ان روسيا لم تنشئ يوما قاعده عسكريه خارج اراضيها الا في سوريا. وقاعده طرطوس موجوده منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد الكل يدرك ان ما قدمته روسيا لسوريا من دعم عسكري بشري ومادي برا بحرا وجوا لتستعيد الدوله السوريه السيطره على اراضيها ودحر الحمله الغربيه الخليجيه الصهيونيه عليها لم تنفذه لاي دوله اخرى في تاريخها وهذا لم تكن اول مره تضحي روسيا بجنودها في سوريا إذا أخذنا في الاعتبار الطيارين الروس الذين سقطوا في الحروب العربية الإسرائيلية. وبعكس أغلبية دول المنطقة التي تتسلح من روسيا، فعتاد الجيش السوري هو حصريا من إنتاج روسي، إذا استثنينا السلاح المصنع محليا والصواريخ المستنسخة من النماذج الإيرانية والكورية. فسوريا تملك أيضا علاقات متينة مع هاتين الدولتين الصديقة لروسيا. في تصنيفنا للدول المتماشية مع روسيا، الجزائر هي ربما الأهم من المنظور الروسي في ظل ما يدور في هذه الحرب الأوروبية. ببساطة لأن الجزائر هي الأكثر تأثيرا على أوروبا من حيث قربها الجغرافي واتكال جنوب أوروبا على غازها ونفطها. ولانه لدى الجزائريين حساسيه من الاطماع الغربيه عامه وفرنسا خاصه التواجد العسكري الغربي وقواعده المحيطه بها من الشمال والتواجد الامريكي في المغرب على غربها والفرنسي في دول الساحل على جنوبها او تاثير الناتو في ليبيا على شرقها لا يمكن ان يطمئنهم والجزائر واعيه لمساعي فرنسا لزعزعه امنها ومحاوله تقسيمها بتأجيج موضوع العرقيات والقوميات ودعمها لانشاء كيان امازيغي مستقل للبربر لكل هذه الاسباب تتمحور الجزائر منذ الاستقلال في المعسكر الشرقي علاوه على ان روسيا لم توفر طلبا للجزائر ولطالما مدتها باحدث ما تملك حتى للسلاح الذي رفضت تصديره لدول اخرى مع ان الحياد معدوم في سياسات الشرق الاوسط الا ان بعض الدول تحاول ان تقف على مسافه واحده من الطرفين يوجد بالفعل دول لا مصلحه لها ان تجهر عدائها لاي طرف مصر مثلا مرتبطة اقتصاديا وتسليحيا بالغرب وتتكل جزئيا على الاستثمارات الخليجية وهذا يشكل أداة ضغط غربية غير أن مصر لا تسلم قرارها للغرب أو غيره وتحاول أن تنوى ارتباطاتها على الأقل منذ ثمانية سنوات للتقليل من مفعول الضغوطات الأمريكية في هذا الصدد قامت القاهرة بعقد صفقات ضخمة مع موسكو وبكين وباريس لكن هامش السيادة يقف عند حدود الواقع الاقتصادي. طبعا يوجد دول عربية او مسلمة غير معنية بتاتا بما يحدث من صراع. بماذا يمكن لهذه الصراعات ان تؤثر على دولة كتونس او موريتانيا مثلا؟ لماذا لا ندرج هذه الدول في خانة الحياد؟ غير ان هذه الدول ولو انها تتعامل بودية مع روسيا او الصين، غير ان انطباعها الثقافي هو غربي اوروبي. وطبعا هي جزء من النظام الاقتصادي العالمي الذي ممكن اعتباره من اقوى ادوات السيطره الغربيه وتتاثر نواكشوت بالحضور الفرنسي في الساحل ومالي كما ان الفوضى الخلاقه والازمه التي اثارتها القوى الغربيه في ليبيا تؤثر كثيرا على تونس لا يوجد دوله عربيه محايده حتى جزر القمر البعيدة عن كل هذه الساحات غير حيادية لانها ضمن النفوذ الفرنسي وان غرقت فرنسا في المستنقع الاوكراني فذلك سينعكس عليها لحد ما. فما بالكم بدولة كجيبوتي مثلا هي دولة صغيرة وبعيدة عن هذه التجاذبات ولكن كيف لن تكن معنية مع وجود قواعد عسكرية فرنسية وامريكية وغيرها على سواحلها. الدوله العربيه الوحيده التي كنا نسمع فيها اطرافا تطالب بالحياد ازاء الصراعات الاقليميه والدوليه هي لبنان لذلك كان من المتوقع لهذا البلد ان يناى بنفسه عن حرب تدور بين روسيا واوكرانيا والتي لا تخصه بشيء مع العلم ان البلد منقسما فعليا بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي وهذا حتى قبل تاسيسه كدوله ومن الاسباب الرئيسيه لحروبه الاهليه اللبنانيون يعطون هذا الانقسام اسماء اخرى لكن المضمون هو ذاته وبالرغم من انه الحكومه لم تاخذ موقفا رسميا أطل وزير الخارجية من تلقاء نفسه بإعلان تضامني مع أوكرانيا والغرب، ما أثار غضب بعض اللبنانيين والأحزاب المؤيدة للمقاومة أو اليسارية منها، من كان يدعو إلى فوائد الحياد في لبنان هو من خرج وصرح بأن روسيا معتدية بينما أوكرانيا عبارة عن جمعية ملائكية. هذا البيان الصادر عن وزارة الخارجية دون أن يكون من صلاحيتها اتخاذه، جلب للوزير المجتهد تقديرا وشكرا من السفيرين الألماني والفرنسي في بيروت، الذين سارعوا للقائه عقب هذا الموقف، لكنه بعد أقل من أسبوع التقى الوزير نفسه بسفير روسيا في بيروت ليؤكد على متانة العلاقات بين البلدين. مع أن لبنان ليس معيارا للمنطقة، فمن المعروف عن بعض اللبنانيين كونهم ملكيين أكثر من الملك، وإنه لا يوجد إجماع في أي ملف في هذا البلد. التداعيات والنتيجة على داعمين المعسكرين على السواء ستتبلور حسب مسار الحرب الدائرة أو خواتيمها. الصراع يجري على الأرض الأوكرانية لكنه صراع بين موسكو وواشنطن. لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائج الحرب وحتى لو كان ذلك متاحًا، فإستخلاص الحصيلة على أي دولة معنية هو أصعب بعد. معرفة إن كان المردود إيجابيًا أو سلبيًا على منطقة أو بلد ما لا يرتبط فقط بمواقف هذا البلد بل ايضا بردة الفعل في سياق تطورات الحرب ومسارات المعارك. لنأخذ على سبيل المثال سيناريو افتراضي، ينجح فيه الغرب بتحويل اوكرانيا إلى مستنقع لاستنزاف روسيا. فهل سيدفع ذلك روسيا لتقديم تنازلات في سياساتها الخارجية وتقليص دعمها لحلفائها؟ أو بالعكس، ستكون ردة فعلها أن تواجه الضغط بالضغط المقابل وبزيادة هذا الدعم وتوسيع تحالفاتها إذا واصلت تركيا مثلا أو إسرائيل دعمها التسليحي لأوكرانيا كيف سيقابلها الروس؟ هل سيقدمون لها تنازلات في الملف السوري ويضمنون لتركيا نفوذها في إدلب أو غيرها؟ ويردون اسرائيل بالامتناع عن تسليح ايران ام ان هذه التصرفات ضد الامن القومي الروسي سيحفز على دعم اكبر لاصدقائها معاقبه على هذا الاستفزاز وعندها ستستفيد هذه الدول الصديقه بتدفق السلاح الاحدث والدعم العسكري الشامل تصوروا لو قرروا مساعده طهران في مجال الصواريخ العابره للقارات او غواصات الدفع النووي او زودوها باقمار صناعيه ذات مسح راداري او حراري لاستباق اي تحرك ميداني ضدها فكيف سيسعى الغرب لعرقله هذا الامر هذه المره كما فعل في السابق للحقول دون حصول طهران على منظومه الاس 300 لسنوات طويله، ما اضطر موسكو لدفع تعويضات لايران. كما انه لن يبقى لاسرائيل اي رصيد عند الروس، ما يعني ان غاراتها على سوريا ستنتهي في هذه اللحظه، في حال اصبحت روسيا في وضع حرج. هذا لا يدل على انها ستتنازل للغرب عن علاقاتها مع الصين او كوريا الشماليه او فنزويلا بل من الممكن ان تسعى لتقويه هذا الارتباط كما ان تقويه الجزائر كاجراء معاكس للضغوط الفرنسيه سيشكل كابوسا على دول جنوب اوروبا وخاصه فرنسا ماذا لو أعادت موسكو سيناريو أزمة الصواريخ الكوبية هذه المرة في فنزويلا؟ هل تستطيع واشنطن الاعتراض على ذلك بعد تسليحها للأوكرانيين ونشر قنابل البي 61 النووية في أوروبا وتركيا؟ أما في حال اعتبار أن روسيا نجحت في وضع الغرب تحت الأمر الواقع واستعادة نفوذها على أوكرانيا، فهذا سيسجل كمصر لها على الساحة الدولية، مهما وصلت العقوبات إلى درجات أعلى. ذلك لن يغير منظور الدول الصديقة أو المعادية في الشرق الأوسط من المشهد، وسنرى عندئذ بعض الدول المحسوبة على واشنطن تغازل موسكو، وبشكل عام، كل الدول المناهضة للغرب والتي هي تحت العقوبات الإقتصادية، ستستفيد من التحاق روسيا بهذا النادي للخارجين عن النظام المالي الغربي. روسيا ليست جمهورية موز، واقتصادها مؤثر عالميا مهما قالت التصنيفات، وكلما التحقت الدولة بهذا النادي وتوسعت دائرة المحاصرين نقديا، كلما خفت وطأة العقوبات عليها. لأن كل هذه الدول تتواصل بينها وهي متضامنة وتسعى للتكامل في المجال الاقتصادي والصناعي والعلمي ويتخطى اليوم عدد الدول المعاقبة اقتصاديا وسياسيا الثلاثين دولة وتحاول إدارة البيت الأبيض من استخدام سلاح العقوبات حتى ضد الصين فهل سيكون بعد من معنى للعقوبات على المدى المتوسط أو حتى القريب؟ ستصبح رقعة الشطرنج العالمية منقسمة رسميا إلى قطبين بين الحلف الأطلسي والحلف الأوراسي كما كانت الحال في الحرب الباردة If you like this content, then support us by pressing the thumb button, share, and subscribe to the channel to be informed of new publications. And don't hesitate to write to us or comment on the subject. Vielen <hums> Dank.